مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج استشارات قانونية. اليوم سنسلط الضوء على موضوع هام جدا وكل ما يرتبط بإجراءات الحصول على إقامة 20 عام في بريطانيا. كل ذلك سنتعرف على خلال هذه الساعة على العديد من الأكيد المعلومات الهامة كالإجراءات القانونية، الشروط وغيرها وغيرها من المعلومات الهامة مع المستشارة القانونية سمية أدريدي. أهلا وسهلا بك، نحييك في هذه الحلقة ونحييكم متابعينا مشاهدينا الكرام. خلال هذه الساعة يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة على الشاشة، أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب. نأخذ كل أسئلتكم واستفساراتكم القانونية. يمكنكم أيضا متابعة الحلقة عبر البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب. كل ما يرتبط بإجراءات الحصول على إقامة 20 عام، سادة سمية، حبيت أعرف ماذا يعني أو تعني بالتحديد 20 عام؟ يعني مسار الإقامة لمدة 20 عام ماذا يعني؟ مسار الإقامة لمدة 20 عام هو يخص الأشخاص اللي مقيمين في بريطانيا وكانت عندهم إقامة 20 سنة. مو شرط إنه هذه الإقامة تكون إقامة قانونية، لكن إقامة في بريطانيا وحابين إنه يصححوا وضعهم فيطلبوا طلب إثبات إقامتهم وتصحيح الوضع عبر الإقامة لمدة 20 سنة. تمام. وإذا حبينا نعرف الفرق بين مسار 10 سنوات ومسار 20 سنة، ما هي الفروقات؟ الفروقات مهمة جدا، لأنه في بعض الناس بيفكروا إنه إقامة 10 سنوات هي بتشبه إقامة 20 سنة. إقامة 10 سنوات هي بالنسبة للأشخاص اللي مقيمين في بريطانيا بشكل قانوني وبشكل متواصل لمدة 10 سنوات، فحاصلين على إقامات يمكن مختلفة، ومن بعد 10 سنوات يعني قدموا على الإقامة الدائمة. بالنسبة للأشخاص اللي هيقدموا على مسار 20 سنة، بالعادة هذول الأشخاص يمكن تكون عندهم خلال إقامتهم لمدة 20 سنة إقامات قانونية، لكن كمان هيكون عندهم بالعادة فترات مقيمين فيها ببريطانيا بشكل غير قانوني. وبالعادة لما بيكملوا 20 سنة يعني إقامة يمكن غير قانونية، قوانين الهجرة بتسمح لهم بتصحيح وضعهم حتى يصيروا مقيمين بشكل قانوني. فأغلب الناس اللي بيقدموا على مسار 20 سنة كان عندهم إقامة 20 سنة بشكل غير قانوني، أو يمكن كان عندهم فترات دخلوا فيها ببريطانيا بشكل قانوني لكن من بعد هيك كسروا الفيزا. مين اللي يمكنه التقدم لهذا الطريق أو المسار؟ من؟ أي شخص كانت عنده إقامة في بريطانيا لمدة 20 سنة وحالياً ما عنده إقامة قانونية، أو يمكن عنده إقامة قانونية لكن على وشك الانتهاء وما نقادر إنه يجدد هذيك الإقامة، فبهالحالة تسمح له هذه القوانين بالتقديم على إقامة 20 سنة. نعم، يمكن يكون في خوف أو تردد عند البعض لأنه مش عارفين القانون بشكل واضح، وهذه فرصة لكل من يشاهد هذه الحلقة التعريف عن طريقك أستاذة سمية على كل الحقوق وكل المعلومات الهامة بشكل قانوني. يعني أكيد لها متطلبات لهذا المسار أو الطريق. ما هي المتطلبات؟ بالنسبة للمتطلبات هي نوعا ما بسيطة، لكن في نفس الوقت يمكن لبعض الناس هيكون صعب عليهم إثبات الشروط. أولا طبعا المقدم لازم يكون عمره 18 سنة أو أكثر. نعم. ثاني شرط أنه هذا الشخص لازم يكون عنده إقامة في بريطانيا لمدة 20 سنة بشكل متواصل. مو شرط مثل ما حكينا أنه تكون هذه الإقامة إقامة قانونية، ولكن لازم يثبت أنه كان مقيم في بريطانيا لمدة 20 سنة. هذا هو بصراحة الشرط اللي هو هيكون صعب لبعض الناس، لأنه بتلاقي بعض الناس يعني عندهم مقيمين في بريطانيا ويمكن مدة طويلة أكثر من 10 سنوات لكن لسه ما كملوا 20 سنة، فطبعا ما هيكونوا وافين الشروط. أو تكون عندهم إقامة 20 سنة
ولكن مثلا عندهم ما عندهم إثباتات على إقامتهم لأنه دخلوا بشكل غير قانوني، ويعني ما هم مثلا مسجلين مع دكتور أو يعني ما عندهم أي إثباتات على أنه كانوا مقيمين في بريطانيا لكل هذه المدة. فهذول هما يعني الشرطين المهمين بالنسبة لأي شخص هيقدم على هذا المسار. ذكرتي أنها راح تكون في مشكلة لبعض يعني الإثبات، إذن كيف ممكن يثبت إقامته؟ أول شيء لازم ندرس القضية. ففي بعض الناس يمكن يكون عندهم أقارب أو أشخاص اشتغلوا معهم بالماضي، أو حتى مثلا لنقول شخص بيروح دائما على المسجد، فبيكونوا الناس اللي مثلا لنقول الإمام كمثال عارف أنه هذا الشخص عنده مدة طويلة عم بيجي على المسجد، فيقدر أنه يكتب له رسالة دعم يثبت فيها أنه هذا الشخص يعني كان يعني يمكن أنه ما بيعرف كل المعلومات تاريخ هجرة هذا الشخص، لكن رسالة الدعم يمكن تكون مكتوبة فيها أنه هذا الشخص كان عم بيزور المسجد لمدة 10 سنوات. فيعني في بعض الأحيان بنلاقي أنه religious centers يعني المراكز الإسلامية أو حتى مثلا المراكز اللي بتساعد الأشخاص اللي بحاجة ل يعني مساعدات مالية كمثال، مثل الهيئات الخيرية فهي بتكون على تواصل مع هذا الشخص وتكون عارفة وضعه، لأنه هذا الشخص بالعادة ما هيكون قادر أنه يخبر الوزارة الداخلية بإقامته، لأنه إذا خبر الوزارة الداخلية هيضطر أنه طبعاً يقدم على مثلاً فيزا أو إقامة في بريطانيا أو يغادر البلد، وإذا هو ما في فيزا بتنطبق له أو ما في إقامة قادر أنه يقدم عليها فهيحاول أنه يتفادي الوزارة الداخلية بشكل عام حتى لا يغادر البلد. نعم. طيب يعني كثير من حالات نذكرها بشكل مبسط يمكن للجمهور حتى ممكن تكون واضحة بالنسبة له، كثير من اللي بيدخلوا بطريقة غير شرعية في المملكة المتحدة ببريطانيا كيف بيتساءلوا يعني هل يمكنهم التقديم على هذا الطريق أو على هذا المسار؟ طبعا بالنسبة للأشخاص أي شخص حاب أن يقدم على هذا المسار إذا دخل بشكل غير قانوني هذا ما هيأثر بشكل سلبي على تقديمه على هذه الإقامة، إلا إذا ما يعني يمكن يعني النقطة السلبية هيكون صعب عليه إثبات متى دخل على البلد. فبالنسبة للأشخاص اللي دخلوا لبريطانيا بشكل غير قانوني إذا كان عندهم إقامة في بريطانيا مستمرة لمدة 20 سنة حتى إذا كانت بشكل غير قانوني فقادرين أنه يقدموا على هذا المسار ويحاولوا يقدموا أكثر ما يمكن من الإثباتات حتى يثبتوا إقامتهم، مثل ما حكيت يمكن رسائل دعم من أصدقاء من مراكز إسلامية من مراكز خيرية اللي هو تواصل معهم خلال إقامته لمدة 20 سنة. يعني هذا بيساعد كثير يعني بالنسبة لي يعني إعطاؤه الإقامة. يعني سؤال خارجي، إلى كم أو إلى مدى تأثير ذلك يعني أنه فعلا بيساعد وزارة الداخلية بتاخذ بهذه الأوراق لأي مدى ممكن يساعد هذا الشيء؟ أكيد بيساعد، يعني الوزارة الداخلية لازم تدرس وضع المقدم بشكل عام هو قبل، يعني لأنه طبعا مدة 20 سنة هي مدة طويلة. نعم. فإذا حكينا على شخص هيقدم الآن هيكون مثلا دخل لبريطانيا ب2003، يعني الأشخاص اللي دخلوا لبريطانيا وإلهم مدة طويلة في بريطانيا بالعادة يمكن قدموا على ناشونال إنشورنس نمبر، يمكن قدموا على رخصة سياقة لأنه قبل ما كانت هذه يعني الهيئات الحكومية تدقق بإقامة الشخص، فيمكن كمان يكون عنده بانك أكاونت حساب بالبنك، يمكن كان قادر أنه يأجر بيت عنوان فيكون عنده عنوان وكمان تلاقي كتير منهم يعني عندهم كمان عائلات في بريطانيا. بالنسبة للأشخاص اللي دخلوا يعني لبريطانيا في خلال مثلا 5 سنوات السابقة
أو حتى يعني خلال 3 سنوات السابقة هيكون أصعب لهم، لأنه الوزارة الداخلية الآن يعني بالنسبة لكل الهيئات الحكومية أو المراكز الحكومية، مثلا إذا واحد حاب أنه يسجل عن دكتور لازم يثبت أنه عنده إقامة، صحيح، أو أنه مثلا مقدم لجوء أو شيء يعني يثبت إقامته في بريطانيا. إذا شخص حاب أنه يأجر بيت لازم يثبت أنه عنده إقامة في بريطانيا. صحيح. إذا أي شخص حاب أنه يشتغل في بريطانيا حتى ولو كان عمل حر مثل مثلا delivery driver كمان لازم يثبت إقامته في بريطانيا. فصعب الآن بالنسبة للأشخاص اللي مقيمين بشكل غير قانوني أنه يحصلوا يمكن على هذه الوثائق in comparison للأشخاص اللي إجوا يعني مثلا بأوالي الألفينات. نعم. يعني صار في تشديد يعني من قبل ما كان صراحة كانت في مرونة نوعا ما، بس الآن يعني ملاحظين أنه فعلا من السنوات الأخيرة أصبح في تشديد على ذلك. يعني في سؤال مثلا يقول أن لدي عائلة في بريطانيا، ولكن عاش يعني عائلته عايشة في بريطانيا ولكن هو عاش أقل من 20 عام، هل يمكنه التقدم بطلب على هذا الطريق سمية؟ إذا هو عنده إقامة أقل من 20 سنة ففي قوانين ثانية بالنسبة للأشخاص اللي في بريطانيا وعندهم إقامة أقل من 20 سنة ولكن مثلا عندهم فترة مقيمين في بريطانيا لفترة طويلة وبالعادة بتكون مدتها أكثر من 10 سنوات فلازم يثبت أنه there are exceptional or compassionate reasons أنه هذا الشخص ما نقادر أنه يغادر بريطانيا، مثلا أنه متزوج بريطانية أو عنده أطفال بريطانيين أو يعني عائلته مقيمة هنا لمدة طويلة، فيعني هيكون من الصعب لهذا الشخص أنه يغادر البلد. ففي قوانين بالنسبة له كمان لهدول الأشخاص ويمكن نقدر أنه نحكي فيها في حلقة ممكن في المستقبل إن شاء الله. أي شخص إذا عنده إقامة أقل من 20 سنة فيمكن في قوانين بتنطبق عليه وبتساعده أنه يصحح وضعه في بريطانيا أو يحصل على إقامة مختلفة يعني تحت قوانين مختلفة، لكن إذا عنده إقامة 20 سنة وقادر أنه يثبت هذه المدة فيقدر أنه يعتمد على هذه القوانين حتى لو أقل من 20 عام بس لديه عائلة يعني موجودة. نعم، لأنه يعني أنا قدمت بالنسبة لبعض الأشخاص اللي قدموا على إقامة discretionary leave to remain عندهم إقامة في بريطانيا يمكن أكثر من 10 سنوات لكن أقل من 20 سنة وبعض الأحيان يعني ما يكون عندهم أفراد عائلة كثير، يمكن أخت أو ابنة فهدول عندهم قوانين خاصة فيهم. نعم. اللي هي تحت appendix private life بالنسبة للحياة الشخصية قوانين الحياة الشخصية، والأشخاص اللي عندهم إقامة 20 سنة أو أكثر كمان في قوانين يعني مخصصة لهم. تمام، رح نأخذ على الجانب الآخر يعني كمان مواطن الاتحاد الأوروبي، وفي سؤال هنا أنا مواطن من الاتحاد الأوروبي وهو في بريطانيا منذ أكثر من 20 عام هل يمكنه التقدم أيضا لهذا المسار أو هذا الطريق؟ بالنسبة للأوروبيين قبل انفصالنا من الاتحاد الأوروبي أي أوروبي بيدخل على بريطانيا وهو أصلا يعني حامل الجنسية الأوروبية، صحيح، أو من عائلة أوروبية يعني مثلا شخص متزوج من أوروبية ودخل بريطانيا فبيكونوا يعني حاصلين على إقامة مخصصة للأوروبيين. فإذا هذا شخص أوروبي دخل لبريطانيا كأوروبي وعنده إقامة أكثر من 20 سنة فالقوانين اللي تنطبق عليه هي تحت Appendix EU ولازم يقدم على الإقامة الدائمة كأوروبي وبالعادة كان لازم يقدم عليها هذه الإقامة من قبل انفصالنا من الاتحاد الأوروبي أو من بعد انفصالنا إذا يعني كمل 5 سنوات. فإذا عنده 20 سنة مقيم في بريطانيا بشكل متواصل وبشكل قانوني وبالنسبة للأوروبيين قبل انفصالنا من الاتحاد الأوروبي أي أوروبي بيدخل على بريطانيا بتعتبر إقامته إقامة قانونية، يعني ما في شرط أنه يقدم على فيزا أو يقدم على إقامة، يدخل بدون تأشيرة. نعم، ولكن يعامل كتأشيرة سياحة أو زائر لمدة 6 شهور.
بالنسبة لبعد انفصالنا من الاتحاد الأوروبي، نعم، لكن من قبل بيعتبر كأنه مواطن، نعم، بريطاني، نعم، يعني عنده نفس الحقوق تقريبا. في دائما سؤال يعني خارج هذا الموضوع، أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، المواطنين الاتحاد الأوروبي قبل الانفصال اللي كان لديهم إقامات وما زال عندهم إقامات دائمة، ولكن مثلا عائلاتهم ما زالت في أوروبا، ممكن يعني في يستطيع أنه مثلا يجلب أسرته أو عائلته تحت إقامته؟ يمكن على حسب من هم أفراد الأسرة، وطبعا إذا الشروط موفية. فمثلا إذا هذا الشخص أوروبي ومقيم في بريطانيا وعنده الإقامة الدائمة، متزوج من أوروبية وكانت يعني كان زواجه قبل كمان الانفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ف يعني الزوجة قادرة أنه تقدم على تدخل لبريطانيا تحت القوانين الأوروبية. ولكن إذا مثلا الزواج كان من بعد انفصالنا أو العلاقة بدأت من بعد انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فالمقدمة بتقدم تحت قوانين تأشيرة الزوج أو الزوجة. طيب، يعني ما الذي يعتبر إقامة مستمرة وماذا يعني ذلك؟ إقامة مستمرة بالنسبة لهذه يعني هذا المسار عفوا، هي إقامة في بريطانيا بدون غيابات من يعني خارج بريطانيا، وهي الغيابات لمدة 180 يوم خلال 12 شهر، أو حتى يعني ما يكون في كسر في الإقامة إذا مثلا الشخص هذا دخل للسجن، لأنه دخول الشخص للسجن لمدة معينة كمان تكسر الإقامة. بالنسبة للغيابات هي ما بتأثر كثير على معظم المقدمين على هذه التأشيرة، لأنه بالعادة إذا دخلوا لبريطانيا ما هيغادروا، لأنه يمكن يلاقوا صعوب بالدخول يعني مرة ثانية. لكن يمكن لبعض المقدمين إذا دخلوا طبعا للسجن، فهذا بيعتبر يعني على حسب المدة بيكسر إقامتهم، وطبعا يمكن كمان يضطر الوزارة الداخلية تطلب منهم مغادرة البلد، لأنه إذا الشخص كمان على حسب مدة يعني اللي الشخص كان فيها في السجن، وإذا مثلا هل عنده إقامات قبل هيك في بريطانيا أو لا، الشخص يمكن الوزارة الداخلية تقرر بترحيله. نعم. Because هي قرروا إنه it's not conducive to public good، إنه هذا الشخص يظل بالبلد. مضر يعني. نعم. طيب، نأخذ اتصال نشارك. طبعا حي كل مشاركين ومشاهدين. رضوان من بريطانيا، أهلا وسهلا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي اتصال على الزوجة، أنا قدمت لها على تجديد بطاقة إقامة على الزواج، ولكن لما قدمت الطلب لم أدفع الفريسة على الأنشاب. أنت قدمت لها على تأشيرة الفيونسيز فيزا؟ هي كان عندها عامين ونصف، هي تجدد الحين. أوكي. لما قدمت الاستمارة لم الاوبشن تاع خلص انا شات لم تخرج لي في الابلكيشن، فكملت الابلكيشن وغير ما سدد الفلوس تاع انا شات. ولحد الان عندي شهر و10 ايام ما عندي حتى طلب. وانت قدمت على البرايورتي على الخدمات السريعه؟ انا قدمت نورمال عادي. اوكي، بالنسبة لمدة الانتظار هي بالعادة بتكون 3 أشهر حتى يعني تحصل على قرار، لأنه ما ظهر لك الدفع على الـ IHS surcharge يمكن في سببين. السبب الأول إذا كان تقديمك خاطئ، يعني أنت قدمت على application خاطئ، أو السبب الثاني يمكن أنه في خطأ من الوزارة الداخلية. وطبعا إذا كان الخطأ من الوزارة الداخلية، الوزارة الداخلية هتتواصل معك عبر الإيميل وهتقول لك إنه في يعني مبلغ ناقص من ناحية الـ IHS surcharge، وهتبعث لك لينك حتى تدفع المبلغ. شكرا. أنا قدمت الطلب نفسه، يعني أرسلت أوراق كلهم على السنترة، على أسكان الأوراق كلهم.
لا إن شاء الله التقديم هيكون سليم. إذا الخطأ من الوزارة الداخلية لأنه هيك أسمل كيس صار لي قبل هيك، الوزارة الداخلية هتتواصل معك هتقول لك أنه لم يتم دفع الـ IHS surcharge وهتبعث لك لينك حتى تدفعه خلال وقت محدد. شكرا. وفي سؤال ثاني، تفضل. زوجتي حتى تشتغل وضمن على ورقة اللي هي دفعت أوراق وأنا ما عندي حتى دليل لأن لم يرسلوا لي أي حاجة. فيك تستخدم الايميل كونفيرميشن، فلما قدمت انت على التجديد بالعاده هيوصلك ايميل كونفيرميشن فيه اثبات انه تم التقديم قبل انتهاء اقامه زوجتك، وطبعا تحت قوانين الهجره سكشن 3C اي شخص بيقدم على تجديد لاقامته قبل انتهاء الاقامه فصلاحيه اقامته يعني بالنسبه ل حقوقه بالعمل كمثال بتضل حتى الوزارة الداخلية تأخذ قرار بالنسبة للتقديم الجديد. شكرا. ونشكرك أيضا على طرح سؤالك، وأكيد إحنا راح نكون سعداء بتلقي كل أسئلتكم على الهواء مباشرة أو عبر تطبيق الواتساب، الأرقام موجودة على الشاشة. وذكر أيضا بليجل@الحوار.tv هو إيميل البرنامج، نأخذ فيه كل أسئلتكم القانونية. عودة لأسئلتنا طبعا، والموضوع مهم أكيد جدا خصوصا المقيمين لمدة 20 عام أكثر أو أقل، وأكيد في أسئلة مختلفة ومتطلبات وشروط لهذه طبعا 20 عام. هل اللغة الإنجليزية من ضمن المتطلبات؟ لا، هي ليست من ضمن المتطلبات، لكن إذا هذا الشخص مثلا درس اللغة الإنجليزية في بريطانيا أو عنده أي شهادات لدراسته مثلا في بريطانيا فيفضل أنه يقدم هذه الشهادات حتى تدعم إقامته اللي قضاها في بريطانيا ويثبت أنه عنده يعني علاقة قوية مع المجتمع البريطاني. وكمان هل عليه يعني يتوجب متطلبات معرفة أو خوض امتحان الحياة في اليوكي اللي هو طبعا أكيد الاختبار اللي أي حد بيخوضه؟ لا، في هذا التقديم الأول ما هيطلبوا منه أخذ اختبار Life in the UK. طيب كيف الآن حابين نعرف بتفاصيل يتقدم لي يعني الحاجة الإجراء التقدم بالطلب الحصول على المسار لمدة 20 عام، يعني الشروط المتطلبات شو اللي يحتاجه، كيف هي الإجراءات؟ بالنسبة للإجراءات أول شيء عندما الشخص يكمل 20 سنة في بريطانيا مثل ما حكينا حتى إذا كانت هذه المدة مدة غير يعني مقيم فيها بشكل غير قانوني بيقدم التقديم عبر الأونلاين أبليكيشن اللي هو على موقع الحكومة، يتأكد إنه يعني الأبليكيشن اللي يقدم عليه هو يعني الأبليكيشن الصحيح، وبالعادة هيلاقي بالتقديم نفسه سؤال على أي أساس أنت عم بتقدم، فهو هيقدم على أساس البرايفت لايف وهي الحياة الخاصة، وهي كمان هيكون عنده خيار إنه يختار على مسار العشرين سنة. تمام. فلازم يوضح بالتقديم على أي أساس هذا الشخص هيقدم على إقامته. في أسئلة هتكون متى دخلت لبريطانيا، هل كانت عندك أي إقامات سابقة في بريطانيا، هل قدمت على أي طلبات للدخول لبريطانيا، هل تم رفضك بالناحية لأي تقديم يمكن قدمه في الماضي، فكل هذه الأسئلة لازم يجاوبها بشكل سليم وشكل واضح، وإذا في أي شيء غير يعني ما نقدر أنه يفسره بالأبليكيشن دائما يكتب رسالة دعم مع التقديم. من بعد التقديم عبر الأونلاين لازم يعمل موعد البايومتريكس. المقدم لازم يكون عنده باسبور يعني a valid passport فغير منتهي. فإذا انتهى باسبوره بيحاول أنه يجدد باسبوره قبل التقديم لأنه لازم يثبت جنسيته وهويته طبعا، وطريقة الإثبات هي عبر طبعا بعث نسخة الباسبور، وكمان عندما الشخص يروح على الموعد اللي هو البايومتريكس هيطلبوا منه إثبات تقديم الباسبور حتى يثبت هويته. تمام. من بعد الموعد بالعادة يمكن بالنسبة لأول تقديم
الشخص يمكن ينتظر مدة 6 أشهر حتى يحصل على قرار من الوزارة الداخلية، يمكن حتى يكون أكثر، لأن الوزارة الداخلية لازم تتأكد هل هذا الشخص كان مقيم في بريطانيا بشكل قانوني أو لا، متى دخل لبريطانيا، ما هي علاقاته في بريطانيا، هل عنده أي سوابق، هل قدم على أي يعني تأشيرات ثانية من قبل هذه التأشيرة، ويتأكدوا من الإثباتات اللي قدمها الشخص. مثل ما حكينا يمكن يكون كان عنده مؤجر بيت قبل هيك، يمكن اشتغل، يمكن عنده درايفنج لايسنس، ففي إثباتات بالعادة هتكون مختلفة قدمها هذا الشخص لدعم ولإثبات إقامته اللي هي لمدة 20 سنة. تمام. يعني المستندات المهمة المطلوبة في هالمرحلة ما هي؟ أهم مستند هو الباسبور. الباقي هيكون على حسب الشخص، لأنه ما الوزارة الداخلية ما حددت كل المستندات. المستند الوحيد اللي يمكن حددته الوزارة الداخلية هو أكيد الباسبور، لأنه إثبات هوية الشخص أو مثلاً هوية يعني different ID document. بالنسبة للمستندات الثانية تكون مختلفة، لأنه يمكن هذا الشخص عنده حساب بالبنك، يمكن ما عنده، يمكن أجر بيت، يمكن ما أجر، يمكن اشتغل في بريطانيا بشكل يعني نوعا ما بيشبه شكل قانوني، أو حتى الدراسة ممكن يكون درس. نعم، يمكن كمان درس، يمكن دخل لبريطانيا لمدة وكان أصلا مقيم بشكل قانوني بعدين كسر الفيزا، فهتكون الإثباتات مختلفة من شخص لشخص. تمام. يعني لا أدري ناخذ الفاصل ولا نكمل. طيب ناخذ فاصل، اسمحي لي سمية ومشاهدينا الكرام، فاصل قصير جدا ولكن أكيد ابقوا معنا، رح نكمل بقية الشروط والإجراءات القانونية والمتطلبات لإجراءات الحصول على إقامة 20 عام. كونوا معنا. نحييكم مجددا مشاهدينا الكرام، استشارات قانونية وإجراءات الحصول على إقامة 20 عام الذين قضوا 20 عام في بريطانيا. طبعاً تحدثت مشكورة الأستاذة سمية دريد المستشارة القانونية على كثير من الإجراءات القانونية وتعريف لهذا القانون لكل من قضى 20 عام. أحييك مرة أخرى سمية. كنا نتحدث قبل الفاصل يعني أنه كثير من الناس لديها خوف، قضت مدة طويلة 20 عام وأكثر ولم تصحح مسارها، فيبدو أن هذا القانون سيساعد. يعني ما هي نصيحتك؟ نصيحتي بالنسبة لأي شخص هو قضى مدة 20 سنة في بريطانيا، وإذا خاصة اللي ما عندهم إقامة قانونية في بريطانيا، هذا القانون بيساعدهم حتى يصححوا وضعهم ويعني يستمروا بإقامتهم في بريطانيا بشكل قانوني. تمام. إحنا نرجع للإجراءات والقوانين والشروط و يعني العديد من المعلومات اللي ممكن تساعدهم، بس في سؤال، يعني هل يمكن هذا الشخص أن يقدم عن طريق محامي؟ نعم، خاصة لأول تقديم يفضل أنه يكون محامي حتى يكتب له رسالة الدعم، ويساعده كمان بالأجوبة على أسئلة التقديم. نعم. بعض الأحيان يمكن يكون هذا الشخص ما هو متأكد من طريقة التقديم، ما هي الوثائق اللي لازم يقدمها. صحيح. لأن حكينا أنه الوثائق أو الإثباتات ما حددتها الوزارة الداخلية، فنحن بنساعد المقدم حتى يحدد هذه الوثائق ونتأكد أنه التقديم بيكون سليم حتى إن شاء الله يحصل على إقامة. يعني ممكن التقديم لا ينجح لأسباب ما، لا أدري يعني إذا ممكن تعطينا توضيح لذلك. نعم، في أسباب يمكن تؤدي لرفض هذا التقديم. أولاً إذا المقدم ما قدم إثباتات على إقامته لمدة 20 سنة، فالوزارة الداخلية ما عندها أي شيء حتى تحاول أنه تعرف هل هذا الشخص كان مقيم في بريطانيا ل20 سنة أو لا. فهذا أول شيء. ثاني شيء، إذا مثلا الشخص يمكن يتم رفضه لأسباب ثانية، لأنه مثلا كان عنده سوابق في بريطانيا أو في بلدان ثانية. نعم. فالوزارة الداخلية ما أنها حابة أنه شخص مثل هيك يضل ببريطانيا، فتقرر رفضه، كمان من بعد رفضه هتقرر ترحيل هذا الشخص. فالأفضل خاصة لأول تقديم
المقدم أنه يتأكد أنه عم بيقدم التقديم الصحيح، يعني the right application، عم بيقدم الإثباتات اللي بتثبت إقامته لمدة 20 سنة، وكمان أنه كل الشروط، لأنه في شروط يعني مثلاً 20 سنة، لكن في شروط the suitability requirements، واللي هي أنه بيشوفوا هذا الشخص، يعني هل هذا الشخص مناسب لأنه يكون مقيم أو شخص حامل إقامة في بريطانيا أو لا، وخاصة الأشخاص اللي عندهم سوابق ومثلا دخلوا للسجن جنائية وغيرها. نعم هيكون صعب عليهم التقديم بعض الأحيان، لأنه يعني الوزارة الداخلية بتفضل أنه هدول الأشخاص ما يكونوا في بريطانيا. طيب الآن السؤال عن تكلفة هذا التطبيق، كم هي التكلفة؟ التكلفة هي 1033 جنيه استرليني للابليكيشن. كمان في الـ IHS اللي هي التأمين الصحي. التأمين الصحي نعم. بالنسبة لرسومه هي 624 جنيه لكل سنة، وبالعادة الشخص بيحصل على إقامة 2.5 سنين، فبتكون تقريبا التكلفة هي 1540 جنيه للتأمين الصحي. كمان في يمكن تكلفة للموعد، نحن دائما بنحاول أنه نلاقي الموعد مجاني للمقدم. لكن إذا الشخص مثلا مستعجل وحاب أنه يحصل على مقدم بشكل عفوا على موعد بشكل مبكر، فيمكن يكون في تكلفة تقريبا 130 جنيه أو 140 جنيه للموعد. وكمان في الخدمات السريعة. بالنسبة لأول تقديم أنا ما بنصح الشخص أنه يقدم عبر الخدمات السريعة، مو لكل شخص، لكن بعض الأشخاص يعني يمكن الخدمات السريعة ما تفيدهم، لأنه الوزارة الداخلية لازم تدرس قضية المقدم قبل ما تأخذ قرار. تمام. فإذا عندها فترة قصيرة يمكن ما حتكون عندها وقت كافي. نعم للقراءة. طبعا هذا مش لصالح الطلب نفسه. نعم أكيد. لكن إذا كان تجديد مثلا، يعني أنا قدمت خلال الأسابيع الماضية اللي شخص عم بيجدد تحت هذا المسار وقدم عبر الخدمات السريعة، دفع 800 جنيه استرليني إضافية وحصل على جوابه اليوم اللي بعد ما راح على البايومتريكس أبوينمنت. تمام، كان جواب موفق. نعم الحمد لله. طيب مدة المعالجة لهذا الطلب، المدة اللي بتاخذها؟ بالعادة هي 6 أشهر تقريبا. أيوة. لأول تقديم. بالنسبة للتجديد الوزارة الداخلية بتاخذ تقريبا 3 أشهر، ويمكن حتى تاخذ 6 أشهر، ف يعني it ranges من بين 3 أشهر ل6 أشهر. إذا تم قبول الطلب هل يحصل على الإقامة الدائمة؟ لا، هي إقامة مؤقتة. هي إقامة فمسار 20 سنة بيعتمد على إقامة الشخص في بريطانيا أول شيء لمدة 20 سنة، ومن بعدها لما هذا الشخص يحصل على يعني مسار 20 سنة بيعطوه إقامة 2.5 سنين، ولازم هذا الشخص يجدد إقامته كل 2.5 سنين لمدة 10 سنوات، فبيتغير من مسار 20 سنة نوعا ما إلى مسار 10 سنوات، فلازم يكمل 10 سنوات بشكل قانوني وبشكل مستمر في بريطانيا حتى بعدين يحصل على الإقامة الدائمة. يعني يعيش 30 عام. نعم. يكون نص عمره انتهى الشخص في هذه الحالة للأسف. يعني كمان السؤال بينطرح على أنه هل يمكن الحصول بعد إقامتي لمدة 20 عام على الجنسية البريطانية؟ إذا كانت إقامة يعني طبعا قانونية وكان عنده الإقامة الدائمة نعم، لكن بالنسبة لهذول الأشخاص مثل ما حكينا هما بالأول بيحصلوا على إقامة مؤقتة، ولازم يكون عندهم إقامة 10 سنوات إقامة قانونية حتى يحصلوا على الإقامة الدائمة. من بعد حصولهم على الإقامة الدائمة على حسب كمان شروط الجنسية يمكن يكونوا قادرين أنه يقدموا على الجنسية البريطانية. طيب السؤال الأهم الآن اللي الكل حب يعرفه، يعني ماذا يفعل إذا تم رفض الطلب؟ بالعادة بالنسبة لهذا التقديم الشخص يكون عنده الحق بالتقديم على الاستئناف للمحكمة،
إذا يعني خاصة إذا الشروط هي من الأساس موفية. أول شيء بندرس ما هي أسباب الرفض. التقديم على الاستئناف بيكون خلال 14 يوم من الحصول على رسالة الرفض. تمام. وبيقدم كل إثباتاته، بعدين لما بيحصل على موعد المحكمة بيكون عنده مثلا محامي بيساعده على تقديم كل إثباتاته and the representations. وإن شاء الله بالعادة يعني إذا كان في رفض وخاصة إذا هذا الشخص عنده قضية قوية بيكون ناجح عند التقديم على الاستئناف. نعم. في أسئلة صراحة من الجمهور رح نطرحها، ومرة أخرى يعني أحيي دائما أسئلة المشاهدين الكرام معنا عبر إيميل البرنامج، أذكر به طبعا إيميل البرنامج legal@alhawar.tv موجود على الشاشة، نستقبل فيه كل أسئلتكم. سمية، في سؤال يقول هو متزوج من إحدى مواطني الاتحاد الأوروبي، لديه إقامة مؤقتة في المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، طبعا انهارت أو انتهت علاقته مع الزوجة نتيجة العنف المنزلي، هل يمكنه السؤال التقدم الحصول على الإقامة الدائمة؟ فبالنسبة للقوانين الأوروبية في شيء اسمه الريتيند رايتس، يعني إذا الشخص هو كان حاصل على إقامة لأنه أحد أفراد أسرة شخص أوروبي، a family member of an EA national or citizen، فبهذه الحالة مثلاً زوجة أو زوج، وبعدين هذه العلاقة انتهت لأنه مثلاً كان في عنف أسري، ففي قوانين تحت القوانين الأبندكس EU بتسمح لهذول الأشخاص إذا كان عندهم إقامة 5 سنوات حتى إذا هذه العلاقة انتهت، وإذا في إثبات للعنف الأسري إذا كان مثلاً عنف emotional أو physical، لأنه الوزارة الداخلية بتعترف بالاثنين، فيه يقدم على الإقامة الدائمة على أساس الريتيند رايتس. تمام. طيب كمان السؤال الثاني، ويقول أنه تقدم بطلب الحصول على تأشيرة خطيبة ومع ذلك قرر يقول الزواج في دبي قبل دخول المملكة المتحدة، ما التأشيرة التي يجب أن أتقدم للحصول عليها في هذه الحالة؟ بالنسبة للتقديم على تأشيرة الخطيبة، هو سبب التقديم على تأشيرة الخطيبة هو الدخول لبريطانيا للزواج، فبالعادة إذا الشخص من الأساس هو متزوج ما بيقدم على تأشيرة خطيب أو خطيبة، لكن بهذه الحالة الشخص قدم على تأشيرة الخطيبة لكن تم الزواج خارج بريطانيا قبل دخول المقدم أو المقدمة، بهذه الحالة لازم المقدم أو المقدمة يغيروا تأشيرتهم لتأشيرة طبعا زوج أو زوجة، لأنه يعني ما هيقدروا أنه يتزوجوا في بريطانيا، لأنه الزواج في بريطانيا هون لازم يكون على أساس أنه ما في أي زواج قانوني خارج بريطانيا، فإذا الشخص متزوج بشكل قانوني خارج بريطانيا ما فيه أنه يعيد زواجه داخل بريطانيا، فبيغيروا على تأشيرة الزوج أو الزوجة ويوضحوا للوزارة الداخلية يعني شو اللي صار قبل التقديم. تمام. كمان أحيي كل من وجه لنا الأسئلة القانونية عبر تطبيق الواتساب، والأرقام موجودة على الشاشة، وفي أسئلة، في سؤال وصلني الآن يقول فيه تحية لكم البرنامج، يحييك سمية، ويقول يتابع الحلقة اليوم، لديه سؤال يقول أنا لدي إقامة دائمة بدولة من دول الاتحاد الأوروبي، يريد أن يسافر في إجازة لمدة 2 أسبوع مع العائلة إلى بريطانيا وزيارة ابن أخته، في فورم التقديم للفيزا يطلب تقديم دعوة للأوراق المطلوبة، ابن أخته حاول بس ربما قد تكون الأسئلة أو الطلب يعني كما ذكر معقدة، رغم أنه يعمل طبيب وليس لدي مشكلة مادية، هل يمكن الحصول على فيزا بدون الدعوة؟ ولك طبعا جزيل الشكر. بالنسبة لرسالة الدعوة، نعم. هي ما انها شرط لكن بتساعد بالتقديم. طيب كيف نحن بنقدم رسالة الدعوة؟ هذا المقدم عنده إقامة دائمة بأوروبا، قادر أنه يتكلف بكل مصاريف سفره، حاب أنه يزور بريطانيا، يعني عنده عمل ومقدم على تأشيرة زيارة،
فحاب أنه يزور مثلا عائلته في بريطانيا، لكن يمكن كمان يجي لبريطانيا كسائح. فإذا هو هيزور أي شخص في بريطانيا، خاصة أحد أفراد الأسرة، وهدول أو هذا الشخص مقيم في بريطانيا كمان بشكل قانوني، رسالة الدعوة هي تعتبر رسالة عادية، يعني بيكتبها الشخص اللي هو مقيم في بريطانيا، مثل أنه عم بيستدعى على مثلا بيته، بيكتب فيها أنه I'm aware مثلا أنه هذا الشخص هيجي على بريطانيا كسائح خلال فترة سياحته، يمكن أنه هيجي يضل ببيتي لمدة يومين أو ثلاث أيام، أو يمكن حتى يجي بس كزائر وهيضل بهوتيل. فبيوضح فيها ما هو الدعم اللي هيقدمه المقيم في بريطانيا للمقدم. في كثير من المقدمين هم قادرين أن يتكلفوا بكل مصاريف تقديمهم، وما هيضلوا مع يعني هيضلوا مثلا بهوتيل، فمو شرط أنه الشخص اللي كاتب رسالة الدعوة يكتب أنه هذا الشخص هيضل معي بالبيت. فرسالة الدعوة هي رسالة يعني تعتبر نوعا ما بسيطة، لكن بيوضح فيها ما هو الدعم اللي هيقدمه المقيم في بريطانيا، متى يعني ما هي علاقته بالشخص المقدم وإلى ذلك، وطبعا يقدم إثباتات معه. فإذا مثلا السائح هيضل ببيته، لازم يقدم إثبات على مكان سكنه، يعني إذا عنده بيت ملك بيقدم Land Registry Title، إذا عم بيأجر بيقدم Lease Agreement وإلى ذلك. تمام. في سؤال آخر لك، في بعض الكلمات أو المصطلحات يمكن قانونية لا أدري غير واضحة، ولكن هو يقول أن عنده زوجته دخلت لبريطانيا من بلد شمال أفريقيا عام 2013 شهر 12 2013 عن طريق student visa for 11 month يعني 11 شهر. يقول أنا زوجها وهو بريطاني، يتحدث عن نفسه، الآن صار في حرب في صيف 2014، لا أدري أين الحرب، ولكن يقول أنه اضطرينا للتقديم على هذه الكلمة FLR FIB FLRM يعني نعم يعني قدم على التقديم leave to remain as a family member. أوكي. ده من داخل البلد، وبعد طعن يعني حصل على 10 سنوات فيزا برايفت من تاريخ 9/2015، لكن في ديسمبر 2023 يقول إن شاء الله سيكون لها 10 سنوات تقريبا، تكون كملت 10 سنوات من لما دخلت قانونيا لبريطانيا. السؤال هو هل من شهر 1/2024 هل تستطيع الزوجة تقديم على اندفنت فيزا، أم أنها عليها أن تصبر إلى ما بعد 9/2025؟ لازم أول شيء نتأكد هل صار في أي كسر بالنسبة للإقامة، يعني هل كان التقديم الأول لتأشيرة أو إقامة الزوجة كان قبل انتهاء تأشيرتها كطالبة أول شيء، وبعدين I think كتب أنه there was an appeal، فهل التقديم على الأبيل صار كمان خلال الفترة المحددة؟ فإذا كل هدول يعني صاروا بالأوقات المحددة وما في أي كسر للإقامة وعندها إقامة 10 سنوات، فيمكن أن تكون قادرة على التقديم على الإقامة الدائمة بعد إكمالها 10 سنوات في بريطانيا، لكن أهم شيء أنه ما يكون في كسر في هذه المدة. وإذا طبعا في أي استفسار بتفاصيل أكثر، المشاهد الكريم اللي أعطانا هذا السؤال، يمكن التواصل معكم، مكتبكم مكتب ساريسنس، الموقع موجود على الإيميل برنامج وأرقام التليفونات لإعطاء أكثر معلومات دقيقة، لأن أكيد حتى تعطي النصيحة الكاملة تحتاج الإطلاع على هذه المعلومات. طيب في سؤال أيضا يقول فيه أنه ابنته تحصلت حاليا على إقامة في بريطانيا مدة 5 سنوات، لها من العمر عمرها 19 عام، ويقول هو لديه عدة فيزا تأشيرات لبريطانيا، آخرها كانت لمدة 5 سنوات، كلها كانت سياحية. السؤال هو هل يمكن لابنتي ضمه أو جلبه إلى بريطانيا؟ جنسيته تونسي، العمر 55 عام.
عفواً، ما هي التأشيرة اللي حصلت عليها ابنته؟ ياليت تعطينا توضيح أخي، لأنه لمدة 5 سنوات على إقامة. أوكي، يمكن حصلت إقامة على إقامة عمل أو إقامة دراسة، نعم، أو يمكن حتى إقامة زوجة. نعم. بالنسبة يعني الأطفال اللي فوق عمر 18 صعب عليهم أنه يضموا الأمهات أو الآباء لبريطانيا. تمام. إلا بحالة مثلا the adult dependent visa، إنه يمكن هي، لنقول إذا هي متزوجة من شخص عنده الإقامة الدائمة أو الجنسية البريطانية في بريطانيا، فالأب يمكن يكون قادر إنه يقدم على the adult dependent visa، وهي التأشيرة المعتمدة يعني. نعم. نفسه يعني. لكن هي هذه التأشيرة صعب يعني جدا، وفاء شروطها، لأن شروطها صعبة. لازم يثبت أنه عنده مرض أو إعاقة، وما أنه قادر أنه يحصل على العلاج في بلده، أو أنه ما أنه قادر أنه يتكلف بمصاريف علاجه ببلده. فيعني نسبة نجاح هذه التأشيرة هي أقل من 3%. فهذه هي التأشيرة الوحيدة اللي بتساعد الآباء أو يعني أنه ينضموا لأبنائهم. نعم، إذا كانت هي عندها إقامة as a تحت القوانين الأوروبية، فيمكن في نوعا ما تسهيل أكثر، لكن لازم أول شيء ندرس وضعها ووضع إقامتها، وعلى ويعني وهل الأب بيعتبر independent أو لا. فإذا بيتواصل معنا المشاهد وبعدين بنعرف ما هو أول شيء وضع الابنة في. نعم. بريطانيا، ونحدد شو هي التأشيرات اللي يمكن هو قادر يقدم عليها. هل هي تحت مثلا الأبندكس FM أو الأبندكس EU، يعني. تمام. القوانين الأوروبية أو القوانين لغير الأوروبيين. في كل الحالات يمكن أكيد استشارة المستشارة القانونية بالتواصل معها. آخر سؤال وصلني الآن عبر تطبيق الواتساب، مقيم في ألمانيا، لديه الجنسية الألمانية، هل يمكن أن أعيش في بريطانيا؟ ما نوع الإقامة التي أتحصل عليها، وكيف يمكن أن أعيش وعمل فيها؟ ما هي الإجراءات القانونية؟ طبعا موضوع كبير في آخر الدقائق، ولكن عملنا حلقات، لكن ممكن بشكل مختصر. بشكل مختصر، أي أوروبي ما عنده إقامة في بريطانيا. نعم. لازم يقدم على تأشيرة حتى يحصل على إقامة في بريطانيا كأي شخص غير أوروبي. نعم. تقديمها يكون على حسب يعني شروط الفيزا اللي هيقدم عليها. إذا هيقدم على تأشيرة عمل لازم يوفي شروط تأشيرة العمل، إذا هيقدم على تأشيرة المبتكرين لازم كمان يوفي هذه الشروط، وإلى ذلك. تمام. طبعا أشكر كل من راسلنا عبر تطبيق الواتساب لكل أسئلتكم، إن شاء الله في الحلقة الخميس القادم نجيب على بقية الأسئلة لضيق الوقت. أكيد وصلنا لنهاية البرنامج. بريطانيا إجراءات الحصول على الإقامة 20، أتمنى كل من لديه هذه القضية أو الإشكالية أن يبدأ في هذه الإجراءات، إن شاء الله تكون مسهلة للجميع. أشكر لك سمية أدريد المستشارة القانونية لكل النصائح والمعلومات القانونية القيمة، على أمل لقاء الخميس القادم في موضوع جديد بإذن الله. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر قناة الحوار، على صفحة قناة الحوار على اليوتيوب المباشرة، وكل حلقات يمكنكم أيضا التواصل معنا عبر كل منصاتنا وعبر السوشيال ميديا المختلفة. لقاؤنا يتجدد إن شاء الله الأسبوع الخميس القادم، الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. طبعا أشكر حسن المتابعة، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.